يسعد اوقاتكم جميع مشاهدي الاخباريه السوريه. مثل كل يوم عم نرصد فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 59، واليوم متواجدين بجناح التعليم العالي اللي عم يضم عده اقسام طبعا مشاركه فيها الجامعات الخاصه والجامعات الحكوميه. رح نتعرف هلا على جزء من هيدا الاقسام. مرحبا. اهلا وسهلا فيكم. نحن الجامعه الدوليه الخاصه لعلوم التكنولوجيا، شاركنا بالمعرض الحالي بدورته 59 لنتيح فرصة أكبر للطلاب وللعالم المشاركة بالمعرض تتعرف على الكليات الموجودة ضمن جامعتنا والاختصاصات الموجودة وشو الإمكانيات اللي ممكن نساعد فيها الطلاب لننهض بالتعليم بالبلد. شكرا كثير لك. عم نشوف كمان اقبال من العالم لزياره الاقسام ضمن جناح التعليم العالي. عم نشوف في اقبال للزوار ليتعرفوا اكثر على الاقسام الموجوده ضمن هذا الجناح الكبير. مثل ما عم نشوف يعني اقبال شديد. كمان رح نشوف من ضمن هاي الاقسام بعض الاقسام الثانيه المشاركه ضمن جناح التعليم العالي. مرحبا. اهلا وسهلا. اهلا، ابراهيم الصمادي من شركه بروتيك المدير الفني. تحكي لنا عن مشاركتك اليوم بجناح التعليم العالي عن قسمكم. طبعا برجعت معرض دمشق الدولي للحياه مره ثانيه بعد انقطاع بسبب الازمه. كان كتير مهم نقول انه في شركات تكنولوجيا معلومات واتصالات موجوده بالبلد عم تشتغل وتخدم كافه القطاعات بما فيها القطاعات التعليميه الحكوميه الاقتصاديه والقطاعات الخاصه ايضا. شركه بروتيك مكونه من مجموعه من الاقسام، اهمها مزود خدمه انترنت اللي هو برونيت، بيقدم خدمات الاي دي اس ال والليز لاين والاستضافه للمواقع والتجهيزات. في عندنا كمان شركه بروساد مختصة بحلول الاتصالات الفضائية والربط الفضائي خاصة للمواقع والشركات والمؤسسات اللي في عندها مشكلة بالبنية التحتية عندها. في عندنا شركة بروسوفت، شركة متخصصة بحلول البرمجية وأنظمة المعلومات. كانت موجودين بهالجناح لأنه في عندنا مجموعة حلول خاصة للجامعات بتغطي أنظمة إدارة الجامعات وأنظمة إدارة شؤون الطلاب والامتحانات. كان كتير مهم ان نكون قريبين من كافة الجامعات هاي لانه في حلول موجودة عنا بالبلد عم تتساوى بايدي خبيرة وبايدي سورية موجودة عنا. في عنا كمان شركة بروسيس مختصة بحلول السيكوريتي وحلول التحكم، وفي منقدم لهم هالمرة سمارت هوم وكاميرات ذكية بتساعدنا على متابعة الفيس ديتكشن، فيها تتابع الاشخاص من مكان الى اخر. فيها كمان ايضا اذا حدا رمى شغله ففيها تقول انه في عندي بهالمكان في شيء موجود انترك صار له فتره. فينا نشوف ديمو هلا على السمارت هوم. بس هلا بنشوف مع بعض، يعني عم نشوف ضمن الاقسام في مشاركات واسعه، في عروض طبعا كبيره. شكرا كثير لك. مثل ما شفنا يعني مشاركه الجامعات الخاصه والحكوميه اتاحت الفرصه ضمن هذا الجناح لعرض اكبر معلومات بيقدر يستفيد منها الزائر ضمن معرض دمشق الدولي. كمان رح نشوف بعض من الأقسام وبعض من الزائرين لهذا الجناح والقسم. مرحبا. أهلين. أنت جاي تزور معرض دمشق الدولي وأجيت على جناح التعليم العالي، ليش أجيت على هذا الجناح؟ عم شوف المسابقات والبروشرات هدول نشوف. لقيت شيء هيك كأنت كطالب، لقيت هيك شيء بما أنه نحن كطلاب منحب في شغف للعلم، لقيت في شغلات حلوة؟ ايه بلا، والجامعات كلها دول هدا حلوين كتير، يعني مشاركين عدة جامعات. شكرا كتير لك، موفق بزيارتك. مثل ما شفنا كمان في إقبال كتير من الزوار يعني ضمن هذا الجناح، جناح التعليم العالي بظل هيدا الأزمة. معناتها قديش نحن منتحدى كل شيء بالعلم بالمعرفة. كمان رح نشوف أقسام تانية، كمان أقسام من أقسام التكنولوجيا. مرحبا، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. تحكي لنا شوي عن قسمكم. نحن قسم بروتيك مؤلف من خمس أقسام: بروسيس، برونت، برو باور، وبرو سوفت.
نحن بروسيس هي عبارة عن جهازات إنذارات حرائق وسرقة وكاميرات مراقبة. تمام، تحدثنا هلأ عنها قبل شوي، كيف ملاقي إقبال العالم؟ لا كتير منيح الحمد لله، وعالم عم تجي يعني تغير جو ومبسوط. في عروض مقدمة طبعاً ضمن قسمكم، يعني عروض ضمن هذا القسم بتختلف عن برا؟ أكيد، هلأ في عروض بالبرونت أكتر شيء، بيكون شهرين مجاناً بس تشتركي معنا. شكرا كثير لك، يعني اقسام عديده ومتنوعه، منها اقسام الجامعات الخاصه اللي بتخص اللي بهمها التكنولوجيا يلي بهمها هيدا الاشياء، كمان رح نشوف بعض الزوار وبعض الاقسام، خلينا نشوف مع بعض. يعطيكم العافيه. الله يعافيك يا هلا. تحكي لنا عن مشاركتكم ضمن جناح التعليم العالي. نحن مجموعة سروجي، مجموعة تدريب وتأهيل، مندرب الأفراد والشركات، إضافة لأنه نحن عنا كتير برامج بإدارة وتنمية الموارد البشرية، عنا برامج بالاقتصاد وإدارة الأعمال والمحاسبة، عنا برامج بالإنجليزي، ومن جديد عنا ألماني. نحن شركة مؤسسة من 2005، مجموعة تقدم استشارات المالية والإدارية، تعيد هيكلة الشركات ووضع أسس ونظم العمل. تمام، يعني أنتوا معرض دمشق الدولي قديش أتاح فرصة لنقدر نحن رغم ظروف الحرب أنه نكون موجودين، يكون عنا قسم بهم القطاع التعليمي وخاصة بظل هيدا الظروف؟ أكيد، نحن بعد كل هالحرب اللي مرت فيها سوريا أو بعد 6 سنين من الحرب، هي أول مرة بيصير في عنا معرض ضمن الحرب أو الأزمة السورية، فهذا المعرض كان بالنسبة لنا هو عبارة عن انتصار مباشر وإنجاز لسوريا. طبعاً نحن اليوم عم نشوف بمعرض التعليم أو بجناح التعليم العالي اللي أتاح لنا فرصة لأنه نحن ندعم الشباب ونقدم لهم كثير من البرامج اللي بتفيدهم، وندعم النظم والبرامج اللي هن بيقدموها والتعليم كبير، إضافة لأنه نحن بنقدم الفرص كبير، إضافة لأنه 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 شكرا كثير لك كبير، إضافة لأنه كبير، إضافة لأنه كبير، إضافة لأنه نحن بنقدم الفرص الكبيرة للشركات وبنمنح ونأهل الشركات للحصول على شهادة الآيزو. شكرا كثير لك، يعني مثل ما شفنا مشاركات عديدة ضمن أقسام بما يهم القطاع التعليمي وخاصة في ظل الظروف الحالية، إقبال كبير من الزوار لليوم ضمن جناح التعليم العالي. منذكر أنه جناح التعليم العالي عم بيضم حلول برمجية مبتكرة ضمن هيدا الأقسام، عم يضم أنظمة حماية متطورة، مسيرة العلم مستمرة رغم جميع الظروف، أقسام عديدة ضمن هذا الجناح وأقبال كبير من الزوار. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. الله يعافي قلبك. أهلين، تحكي لنا أنتو جامعة الوطنية الخاصة. تماما، أهلا وسهلا. نحن في عنا 3 كليات هندسة اللي هي هندسة العمارة، هندسة الاتصالات، هندسة الحاسوب، في عنا كلية العلوم الإدارية والمالية، في عنا كلية طب الأسنان. تمام، يعني تحكي لنا عن مشاركتكم، كيف إقبال الناس ليتعرفوا أكثر عن الجامعة الوطنية؟ الحمد لله كانت مشاركة فعالة كتير كتير، يعني في كتير ناس عم تجي تقلنا أنه جامعتكم جديدة، عم نقول لا جامعة قديمة بس ما لها مشهورة، هلأ عم تنشهر بفضل الله شوي شوي، يعني عم تنشهر أكثر بحكم أنه هي بحما ما لها مشهورة بالشام، فمن خلال هالمشاركة عم نحقق شهرة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب نرتقي بالقطاع التعليمي بالعالي. أكيد سوريا هي بلد الحضارة، ما بيوقف عجلة التعليم أبدا، لا حرب لا ظروف. كمان عم نشوف شباب جايين يزوروا الأقسام، عم نشوف إقبال شديد من الشباب على أقسام هذا الجناح، جناح التعليم العالي. يعطيك العافية. أهلاً يا هلا. جاي تزوري جناح التعليم العالي؟ كيف لقيتي هذا الجناح؟ لحد هلا بس أخذ بروشور من جامعتين، بس الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، وأخذنا من الـ SBU. تمام، كيف ملاقية مشاركة هالأقسام ضمن هذا الجناح بالمعرض؟ يعني أتاح الفرصة لكثير من العالم لأنه تتعرف على القطاع التعليمي. طبعاً، لأنه يعني بصراحة ما عم بيقصروا أبداً، عم يعطوا لكل واحد شو بده بالضبط وشو أسئلته تماماً، وعم يشرحوا تماماً عن كل شيء بخص الجامعة. يعني ساعدونا منيح مشان بكرة أدبا نسجل أولادنا. إن شاء الله يا رب. شكرا كتير لك وأهلا وسهلا فيك. يعني جولتنا لليوم طبعا ضمن بعض الأقسام الموجودة بجناح التعليم العالي، هيدا كانت لليوم. شكرا كتير لكم، وإن شاء الله